مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه معانا خبر مهم حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. خبر بيقول سيتوجه اليوم السوريين الى مراكز الانتخابات للادلاء باصواتهم لاختيار رئيس الجمهوريه السوري الجديد، والمرشحين لشغل منصب الرئاسه عبد الله عبد الله، بشار الاسد، محمود مرعي. حابين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الخبر. معانا على الهاتف الكاتب الصحفي والاعلامي وعضو مجلس النواب الاستاذ مصطفى بكري. صباح الخير استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا يعني الانتخابات الرئاسية في 2014 يعني تمت في ظروف صعبة، وكانت المنظمات الإرهابية هي اللي بتسيطر على أكتر من نصف الأراضي السورية. هل ظروف الانتخابات اليوم يعني تختلف عن سابقة؟ يعني أولا اسمح لي أن يكون هناك ثلاث مرشحين بمقتضى الدستور الصادر في عام 2012، فهذه خطوة مهمة جرى أيضا طرحها في 2014 بدلا من نظام الاستفتاء. هذا متغير مهم على الساحة السورية، وبالفعل كما تفضلت في انتخابات 2014 كانت المنظمات الإرهابية والمنظمات السورية المسلحة وهي كلها عموما كانت منظمات مدعومة من الخارج، كانت تسيطر بالفعل كما تفضلت على أكثر من نصف الأراضي السورية، وكانت القوات المسلحة السورية تواجه بالفعل بحرب استنزاف غير نظامية، وده كان بيأثر كثيرا على الأمن السوري. كمان سوريا ما كانتش تدخلت عسكريا بالشكل اللي احنا شايفينه الآن، كان فقط إيران وحزب الله هما اللذان يدعمان الحكومة السورية الشرعية. على كل حال نحن الآن أمام انتخابات جديدة تجري في ظروف أفضل ومختلفة. موقف المعارضة أولا تراجع، ما عادتش بنفس القوة السابقة. الحكومة السورية بالفعل كما تفضلت سيطرت على معظم الأراضي السورية، وتبقت فقط مناطق محدودة بتقع يعني إما تحت الاحتلال التركي أو إما بوجود قوات أمريكية عشان تدعم الأكراد السوريين على غير إرادة الحكومة السورية. لكن في كل الأحوال نحن أمام انتخابات تجري في ظروف أفضل. صحيح أن مجلس الأمن في جلسته في 28/4/2021 وخصوصا مندوبي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالوا أن احنا مش هنعترف بنتائج الانتخابات عشان ما خضعتش لنظام المراقبة الدولية وما تتوفرش بيئة آمنة والأمم المتحدة مش موجودة، لكن في كل الأحوال سوريا تمر بظروف صعبة طبعا، والتدخل الخارجي صعب جدا القبول به بأي حال من الأحوال، ولكن الآن نحن أمام يعني مشاركة سورية أكبر، انتخابات بتتم على قاعدة أي حد يستطيع أن يحصل على 35 موافقة 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري بيمشي. كان عندنا 51 مرشح محكمة دستورية وفقا للشروط المقدمة، وافقت على ثلاثة اللي هو الرئيس بشار وعبد الله عبد الله، وده ينتمي لأحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومحمود مرعي وده واحد من مؤسسي هيئة العمل الوطني الديمقراطي اللي هي كان لها رؤية معارضة ولكن في إطار النظام الشرعي الدستوري السوري. طيب الحقيقة أستاذ مصطفى طبعا يعني لو انتقلنا للنقطة المهمة طبعا وهو يعني أهمية هذه الانتخابات في يعني استقرار سوريا طبعا وأثرها على المنطقة، يعني حابين حضرتك تشاركنا بهذا. خلينا نقول ماذا لو سيطر الإرهاب على سوريا، ماذا لو سيطرت الجماعات الإرهابية على معظم الأراضي السورية؟ بالتأكيد كانت سوريا ستقسم إلى مناطق متعددة تخضع للعرقية والطائفية، وداعش تسيطر على حتة، وأحرار الشام على حتة، والنصرة على حتة، وقس على ذلك. كان الشعب السوري ستطمس هويته كما كانت ستطمس هوية مصر في زمن جماعة الإخوان. بكل ذلك أقول أن سوريا الموحدة وهو موقف أكدت عليه مصر وأكد عليه الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس الأمن في عام 2016 عندما تحدث عن وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، ودي واحدة من ركائز السياسة الخارجية المصرية أننا نرفض التدخل الخارجي وأن كل شعب
يقرر مصيره بنفسه طالما أنه يحتكم إلى الدستور والقوانين المرعية في البلاد. لكل ذلك أقول أن وحدة سوريا، وحدة الأراضي السورية هي الأساس. أما مسألة انتخاب نظام كذا أو عدم انتخابه، هذه مسائل طبيعية تكون موجودة وتتغير بمقتضى الحال، ولكن إذا ضاعت سوريا ضاع كل شيء. طيب انتقل مع حضرتك لي يعني نقطة أخرى، وهو أن يعني تركيا بتعترض على هذه الانتخابات، ويعني كأنها يعني من الشأن التركي، فبرضو تعليق حضرتك على هذا. تركيا صاحبة مصلحة، لأن تركيا المحتلة للواء الإسكندرونة احتلت مناطق كثيرة وتواجدت في منطقة إدلب وتسعى إلى توظيف كثير من هذه الجماعات الإرهابية، وإحنا شفنا التدخل التركي المباشر في سوريا والعراق وقرار مجلس النواب التركي الذي سمح للقوات العسكرية التركية بالتدخل في بلد آخر مستقل ذو سيادة. فمن مصلحة تركيا أن تظل أحوال عدم الاستقرار في البلاد سارية، وأن تنتشر المنظمات الإرهابية المدعومة من تركيا والتي تأتي عبر الطرق الخفية التركية من الخارج إلى داخل الأراضي السورية والعراقية. يعني هو الحقيقه طبعا زي ما حضرتك اوضحت لنا استاذ مصطفى، طبعا احنا بنتمنى طبعا يعني ان السلام يعم في سوريا وجميع البلاد، وطبعا بنتمنى ان هذه الانتخابات يعني تنال المرجو منها، وان شاء الله نرى كل حاجه حلوه في سوريا وفي كل الدول الشقيقه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا الاستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي والاعلامي وعضو مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا.